شكري يؤكد مجددا رفض مصر القاطعة وتحذيرها من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية. الصفدي يندد بالعدوان الإسرائيلي ويؤكد أن غزة تحولت إلى مقبرة مفتوحة، وغوتيريش يدعو مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار. مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن وقف العدوان على غزة خلال رمضان. نشرة ثانية ظهرا من النيل الأخبار، أهلا بكم. شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على حتمية وقف الحرب في غزة منعا لاتساع نطاقها، مشيرا إلى أن مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في المنطقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع أعضاء وفد مجلس النواب الأمريكي والذي يضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي بلجنة السبل والموارد. كما أكد مدبولي خلال الاجتماع حرص مصر على استمرار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، منوها بتعدد أوجه ومجالات التعاون القائمة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم مجددا رفض مصر القاطعة وتحذيرها غير القابل للتأويل أو الشك من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية لما ستنطوي عليه من كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة وتعقيدات غير مسبوقة. جاء ذلك خلال استقبال شكري اليوم بمقر وزارة الخارجية نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، حيث عقدا مباحثات موسعة تناولت في الشق الأكبر منها الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف الحرب الدائرة، بالإضافة إلى سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. ومن جانبها أكدت وزيرة خارجية ألمانيا على أهمية فتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة وإزالة العوائق التي تحول دون دخول المساعدات. أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم أن إسرائيل تبحث عن طرق بديلة للحصول على الذخيرة العسكرية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة هي المصدر الأهم في هذا المجال، لكن التوتر بشأن احتمال اقتحام رفح قد يشكل عقبة. ويتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عملية عسكرية على رفح التي باتت الملاذ الأخير لنصف سكان غزة نازحين، متحديا تحذيرات المجتمع الدولي. على الرغم من استمرار المفاوضات ومساعي الوسطاء بغية التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل على تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمسك بدخول مدينة رفح جنوبي القطاع. حماس اعتبرت أن اعتزام نتنياهو التوغل في المدينة المكتظة بالنازحين تحد واضح لكل الدعوات والمواقف الدولية التي تحذر من ذلك، مضيفة أن نتنياهو يواصل استخدام الخطاب الديني لتحقيق غاياته السياسية عبر تصعيد الحرب في غزة. العديد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة والعربية أيضا، فضلا عن المنظمات الأممية، حذرت مرارا من اجتياح القوات الإسرائيلية لرفح، لا سيما أن المدينة تأوي نحو 1,400,000 نازح فلسطيني. وفي أول رد فعل للولايات المتحدة، حذرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إسرائيل من أنها قد تواجه عواقب أمريكية إذا أقدمت على تنفيذ تهديدها بالقيام بعملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فأكد مجددا معارضته الصارمة لهجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية، محذرا في الوقت ذاته من أن النقل القسري للسكان يشكل جريمة حرب. من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هناك إجماعا دوليا على أن الاجتياح البري لرفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية.
دعوات عدة وتعنت إسرائيلي يأبى إلا أن يحقق هدفه بالدخول إلى رفح وفرض التهجير القسري على من بقي حيا من أهالي غزة المنكوبة. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن قطاع غزة تحول إلى مقبرة مفتوحة للأطفال والقانون الدولي بسبب العدوان الإسرائيلي، وشدد على أهمية دور وكالة الأونروا في دعم الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الأردن. زميلي الأونروا موجود هنا ويحاول بأن يخفف من آلام وأعباء ومعاناة الفلسطينيين، ونحاول مع كل الإنسان أن نقول هذا الأمر لا يمكن تسربه وهذه الحقوق لا يمكن استبدالها. ويسرنا أن نرى الكثير من الدول تعود لمساعدة أونروا لكي تنقذ الأرواح، لأن كل دولار يعطى إلى أونروا ينقذ حياة، وكل دولار يؤخذ منها يؤدي إلى معاناة طفل أو أي إنسان آخر من الأدوية والغذاء. نقف معا ونساعد ونحث جميع شركائنا أن يستمر في دعم أونروا حتى تستطيع القيام بعملها الأساسي في إنقاذ الحياة. كما شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على ضرورة تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات، وحذر من التداعيات الخطيرة والمروعة لاجتياح إسرائيل مدينة رفح الفلسطينية. يجب أن نستمر كشراكة في هذا الموضوع وأن يكون لدينا أولويات كثيرة وهي متوائمة في إنهاء العدوان، وكذلك ضمان وصول المساعدات، وكذلك أن نمنع حدوث مذبحة أخرى في رفح. العالم كله يقول أن اقتحام رفح سيؤدي إلى مذبحة ومجزرة إنسانية، والحكومة الإسرائيلية لا تستمع، وهم يؤكدون مرارا وتكرارا بأنهم سيقتحمون رفح وأنهي. من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأشار إلى أن غزة تشهد مأساة إنسانية مروعة، مشددا على ضرورة إنفاذ المساعدات لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين. الإنسانية تتطلب هو التسليم الفوري لوقف إطلاق نار إنساني. الحاجة ملحة كبيرة. كنت في معبر رفح في نهاية هذا الأسبوع وتقابلت مع المصابين الفلسطينيين وكذلك من العاملين مع الأمم المتحدة في الخطوط الأولى، وهي من أسوأ الأزمات الإنسانية في العقود الحالية. لقد قالوا لي ومن دون استثناء قالوا لي. أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحذر غوتيريش من إطالة أمد النزاع الدائر، مشيرا إلى أنه يهدد الأمن والسلم الدوليين. الحل الدائم يجب أن يأتي بحل الدولتين، وإسرائيل يجب أن ترى المشروعية لهذا الأمن بأن يتحقق، والفلسطينيون يجب أن يروا طموحاتهم المشروعة لدولة مستقلة قابلة الحياة وذات سيادة بالتماشي مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة. نعرف تماما أين ستأتي هذه الأحداث وتنتهي بعملية إطالة هذا النزاع، وسيصبح تهديدا رئيسيا للأمن والسلام العالمين. وفي مستهل زيارته الأردن، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مخيم الوحدات التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، قال إن الأونروا هي السبيل لتوفير الحياة للمدنيين في غزة. كانت الأونروا قد أعلنت أن إسرائيل منعتها نهائيا من توصيل مساعدات إلى شمال قطاع غزة الذي بات على حافة المجاعة. مسمار أخير في نعش جهود الإغاثة لقطاع غزة المنكوب، حيث أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن إسرائيل منعتها نهائيا من توصيل المساعدات إلى شمال القطاع، حيث باتت المجاعة أمرا وشيكا.
الأمر الذي دعا المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لقول إنه رغم المأساة التي تتكشف أمام الجميع، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى الشمال. القرار تم إعلانه خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين، وجاء بعد رفض مكتوب لتسيير قافلة إلى الشمال الأسبوع الماضي، ولم تقدم إسرائيل أي تبرير لهذا القرار. قطاع غزة يواجه ظروفا إنسانية مزرية نتيجة الحرب التي بدأت قبل قرابة 6 أشهر، وحذر تقييم للأمن الغذائي تدعمه الأمم المتحدة من أنه من المتوقع أن تضرب المجاعة شمال غزة بحلول شهر مايو ما لم يكن هناك تدخل عاجل. في هذا السياق قال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث إن الأونروا هي القلب النابض للاستجابة الإنسانية في غزة، وإن قرار منع قوافل الغذاء إلى الشمال لا يؤدي إلا إلى دفع الآلاف إلى حافة المجاعة. بدوره قال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن منع الأونروا من إيصال المساعدات هو في الواقع حرمان للناس الذين يتضورون جوعا من القدرة على البقاء. من جهته حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إنهاء الكابوس المستمر الذي يعانيه سكان غزة البالغ عددهم 2,400,000 نسمة في أسوأ حرب يشهدها القطاع على الإطلاق، ولا شك أن القرار سيضاف إلى سجل الجرائم الإنسانية لاحتلال جائر، حيث يعجل بمجاعة حتمية بعد قطع شريان الحياة لأهالي غزة. ميدانيا، يواصل الجيش الإسرائيلي محاصرة 3 مستشفيات في شمال وجنوب قطاع غزة تحت وابل من القصف والغارات الجوية التي لا تهدأ لليوم 71 بعد 100 من الحرب مع حركة حماس. وفي غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع ضحايا العدوان على القطاع إلى 32,333 قتيلة و74,694 مصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. في اليوم 71 بعد 100 على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وحدات عسكرية مختلفة تابعة للفرقة 98 بدأت عملية عسكرية في حي الأمل غربي خان يونس جنوب قطاع غزة بهدف مواصلة القضاء على رجال المقاومة وتفكيك البنى التحتية التابعة للمقاومة الفلسطينية. من جانبها قالت فصائل المقاومة إن عناصرها استهدفوا دبابة وجرافة إسرائيليتين بقذيفتي الياسين 105 شمال شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة، كما أعلنت أن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 غرب حي تل الهوى بمدينة غزة. تزامنا أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين بينهم أطفال ونساء في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء ومناطق متفرقة بقطاع غزة، لا سيما في دير البلحة وعند دوار الكويت وفي مدينة رفح والمناطق الشرقية من خان يونس. وطلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي في حي رمالة غرب مدينة غزة الذي تحصره لليوم 8 على التوالي. واستهدفت القوات الإسرائيلية بحسب المصادر لجانا تؤمن توزيع المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت، وجرح عدد من المواطنين نتيجة قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو عمراء في منطقة الحكرة بدير البلاحة وسط قطاع غزة، بينما ارتفع عدد الشهداء من عائلة سلمان إلى 18 جراء قصف منازلهم في شارع البيئة بالمدينة وسط القطاع، كما استشهد مواطن وأصيب 2 آخرين في قصف إسرائيلي لدوار الكويت في مدينة غزة، بالإضافة إلى 3 مواطنين جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة. وفي رفح استشهد وأصيب عدد من المواطنين بقصف إسرائيلي لمنزل في حي الجنينة شرق رفح جنوبي القطاع، كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف منزل يعود لعائلة برهومة بمخيم يبنى وسط مدينة رفح.
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من أن شمال قطاع غزة يواجه مجاعة وشيكة، يأتي ذلك على أثر منع إسرائيل قوافل الإغاثة من العبور إلى القطاع، ما يتسبب في كارثة إنسانية مروعة حيث يموت الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف. معركة بطون خاوية يخوضها أطفال غزة بين مثلث موت، قصف ومرض وتجويع، فيما تستمر إسرائيل في إجراءاتها الخانقة على إدخال المساعدات إلى غزة، ضاربة عرض الحائط بكل الدعوات الأممية والإنسانية. تحذيرات دولية من شبح المجاعة الذي يفتك بسكان القطاع تتعالى، وفي أحدث تحذير أممي أكدت مديرة منظمة اليونيسيف كاثرين راسل أن المجاعة وشيكة في شمال غزة، مؤكدة أن الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف، مطالبة في الوقت نفسه بأن تتمتع منظمات الإغاثة بإمكانية الوصول الكامل للأطفال والأسر المحتاجة في كل مكان بغزة. كانت الأمم المتحدة قد توقعت في أحدث تقاريرها تفشي المجاعة حتى مايو المقبل في شمال القطاع، حيث لا يزال هناك 300,000 شخص محاصرين بسبب القتال. وأوضحت أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى كارثيا من الجوع في جميع أنحاء غزة ارتفع إلى 1,100,000 شخص، بما يمثل حوالي نصف السكان. بيعانوا من نقص التغذية وقلة المواد اللي احنا ممكن نحصل عليها، يعني حاليا فيش خضار، فيش فواكه، فيش عناصر غذائية طبيعية، بنعتمد على المعلبات اللي هي اوقات اسعارها بترتفع للسماء. يعني ما يخص الطعام الذي ياتي الى موظفينا في مستشفى الاقصى، اطباء وممرضين وموظفين، نوعية الاكل او الطعام الذي ياتي غير مناسبة للاطباق الطبية الموجودة، نورد بها بروتينات ومعادن وفيتامينات. تقطعت السبل إذن بأكثر من 600,000 طفل بلا مأوى ولا طعام ولا دواء، أطفال في عمر الزهور، لكنها زهور ذابلة قطفتها حرب دروس ظالمة لا تبقي ولا تذر. يستمر تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية لقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بالتماس مع القطاع، وذلك بالتزامن مع إعداد وجبات الإفطار والسحور وتوزيعها على النازحين الفلسطينيين في غزة. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها مراسل النيل محمد عبد الصبور. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة نيل أخبار، حركة تدفق كبيرة لشاحنات المساعدات الإنسانية عبر هذه البوابة التي تدخل إلى منفذي كرم أبو سالم ومنفذي العوجة، من هنا من معبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة، واستمرار لتدفق المساعدات الإنسانية، حيث مر ما يقرب من 120 شاحنة من منفذ كرم أبو سالم و80 شاحنة من منفذ العوجة، بالإضافة إلى مرور 4 شاحنات للسولار. بنتحدث أيضا عن استمرار الجهود المصرية على مستوى يمكن داخل قطاع غزة ذاته، من خلال إدخال وجبات من الإفطار الطازجة ووجبات من السحور الطازجة طيلة شهر رمضان المبارك، من خلال وجود مطبخ إنساني ضخم في منطقة الشيخ زويد والتي تبعد يعني عدد بسيط من الكيلومترات عن هذا المعبر الحدودي أو هذا الجسر البري الذي يربط بين مصر وبين قطاع غزة، وبالإضافة إلى إمداد القطاع بسلات غذائية على مدار اليوم، وإمداد طبعا مخيمات النازحين بهذه الوجبات الطازجة بشكل يومي. أيضا معبر رفح يستقبل عدد من الجرحى والمصابين من خلال سيارات الأسعاف المتواجدة في محيط هذا المعبر، ومن ثم أيضا المرافقين وتوزيعهم على كافة المستشفيات وفقا لحالتهم الصحية. هناك اصطفاف أيضا كبير لعدد من شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنتظر الدخول، وهو ما فسره طبعا الأمين العام للأمم المتحدة عندما قال أن هناك آلاف الشاحنات المكتظة بالمواد الغذائية، وهناك ملايين المواطنين الذين ينتظرون هذه الشاحنات وهذه المواد الغذائية، ولكن تبقى العراقيل من جانب إسرائيل التي تحول دون وصول مثل هذه المساعدات إلى أهل قطاع غزة. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل الأسرى وصلت إلى طريق مسدود. كانت الولايات المتحدة قد تقدمت بمقترح للصفقة، فيما قدمت حماس مقترحا آخر رفضه الجانب الإسرائيلي بزعم أنه غير واقعي.
طريق مسدود وصلت إليه المفاوضات بين إسرائيل وحماس إثر تولي الخلافات حول صفقة تبادل الأسرى المرتقبة. هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر صارت على جرف هار بعد أن أغلقت إسرائيل الباب أمام مطالب حماس التي رفضت بدورها بقاء قوات إسرائيلية في غزة خلال الهدنة. كما أضافت الهيئة أن إسرائيل لن يكون لها حق الفيتو على قائمة المفرج عنهم مقابل الجنديات الإسرائيليات المحتجزات لدى حماس، بل وافقت على الإفراج عن 7 أسرى محكوم عليهم بالمؤبد مقابل كل جندية. الولايات المتحدة بدورها كانت قد قدمت مقترحا يقرب وجهات النظر فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين، كما تقدمت حركة حماس بمقترح آخر قوبل بالرفض من الجانب الإسرائيلي بزعم أنه غير واقعي. في الوقت ذاته تتمسك حماس بعودة النازحين إلى شمال غزة فضلا عن وقف دائم لإطلاق النار، فيما يرفض الجانب الإسرائيلي هذا الأمر. ويرى مراقبون أن ما يجري هو مخاض ما قبل ولادة الصفقة، وأن الوصول إلى بحث التفاصيل والخلافات بشأنها لا يعني فشل المفاوضات، وسط احتمالات أن يتنازل كل طرف من أجل الوصول إلى صيغة نهائية. صعوبات ومعوقات تعترض سبيل الهدنة في قطاع غزة يدفع الغزيون ثمنها باهظا من سلامهم وأمنهم، في الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطا غير مجدية على تل أبيب في محاولة لإحراز تقدم في المحادثات والوصول إلى صفقة خلال أيام. يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار تقدمت به الدول العشر المنتخبة في المجلس يطالب بوقف إطلاق نار فوري في غزة خلال ما تبقى من شهر رمضان. وأفادت تقارير أن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقد الفيتو ضد مشروع القرار لإبطاله. يأتي ذلك بعد أن استخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي يؤيد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، إذ اعتبرت موسكو أنه مسرحية تنطوي على نفاق كونه لا يضغط على إسرائيل. في الشأن المحلي، تنظم دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع سفارة دولة باكستان بالقاهرة أمسية رمضانية، وتضم الأمسية أغاني وطنية وفولكلور وأطفال يقدمون فقرات استعراضية بالزي الشعبي لدولة باكستان. أغاني وطنية وفولكلور وأطفال يقدمون فقرات استعراضية بالزي الشعبي لدولة باكستان في إحدى السهرات الرمضانية والأمسيات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع سفارة دولة باكستان بالقاهرة. احنا طبعا اتشرفنا ان احنا نعمل الأمسية الثقافية دي بقالنا كذا سنة تبع الأوبرا هنا. الأوبرا بصراحة ما شاء الله صرح عظيم والإمكانيات جميلة والتعاون فيها ما شاء الله ممتاز. احنا بنقدم أمسية ثقافية رمضانية تبع باكستان، أغاني بالعربي وبالإنجليش وبالأردو اللي هي اللغة بتاعت باكستان، كلها حاجات دينية، وكمان قدمنا فيديو ازاي رمضان بيكون في باكستان. تضم السهرة ملامح من الفنون المحلية للدولة الأسيوية إلى جانب عدد من الأعمال التراثية تعكس جانباً من ألوان الإبداع المحلي وتعبر عن ثراء وتنوع الثقافة الباكستانية. اليوم قدمنا أغاني كثيرة من لغات زي الأردو العربي والإنجليزي. قدمنا أغاني مدد ومولاي صلى الله عليه وسلم ومحمد نبينا وتو كجا من كجا. غنينا كم أغنية كان في باكستانية أردو وبرضو عربي، كان واحدة تو كجا من كجا مولاي بالبردة الشريفة المولاي صلى الله عليه وسلم، كان جميل. وتأتي هذه الأمسية ضمن خطط وزارة الثقافة المصرية الهادفة إلى مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم. ولاء الحديني، النيل للأخبار. هنا لم يتبقى في نشرة ثانية سوى تذكير بأبرز العناوين.
شكري يؤكد مجددا رفض مصر القاطعة وتحذيرها من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية. الصفدي يندد بالعدوان الإسرائيلي ويؤكد أن غزة تحولت إلى مقبرة مفتوحة، وغوتيريش يدعو مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار. ومجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن وقف العدوان على غزة خلال رمضان. انتهت نشرة الثانية، شكرا لكم. مزيد من التفاصيل عبر موقعنا الإلكتروني nile.eg. بعد قليل تصحبكم جيهان فوزي في أخبار الاقتصاد. ابقوا معنا.